أعتقد أن الشاب الكويتي فكر يتزوج من أجنبية لأنه ما عندها متطلبات وايد، فأعتقد أن هذا بيخفف عليه، عشان كذا ما يحب المرأة الكويتية عبالة أن هي مثلا متطلباتها أكثر، ما يبي يتحمل المسؤولية عليه هو. لا لا بالعكس، من ديرتك وأهلك وناسك. أخت أجنبية عاداتها غير، فكرها غير. طبعا إذا أجنبية متعودة أن تأخذ أبسط المهور والحياة سهلة بالنسبة لها. كل شيء متوفر يعني حق الشباب سواء في الدول غير الكويت، أن العرايس ما تطلب، العروس ما تطلب طلبات وايد زايدة نفس هني أو شيء. الواحد يأخذ من الديرة ويأخذ من أهله أو من العائلة الثانية حسبة أنك أنت تكون أسرة وتكون أكثر قرب، يعني يكون من كذا مثلا عائلة.